بسم الله الرحمن الرحيم. ست، بالنسبة للتعديلات كان الخلل الأكبر هو شارع المستشفى، فأني وحدته. نعم، نعم، هذا شارع المستشفى. أي نعم. اي زين، قولي لي الأقسام اللي على اليسار من الأعلى شن هي؟ هذا يصير قسم الأشعة، فهو لأنه يحتاج، هو يعني بغرف مظلمة، فهو لا يحتاج تهوية زايدة ولا يحتاج إنارة، فقسم الأشعة بهذه الجزئية. اوكي، بس يحتاج ممر حتى اوصل له، يعني تحاولين كنت من تسوين. هنا أنا باعي، أكو هنا أنا، مو عندي هنا كورت مفتوح. نعم، يعني اطلع على الكورت وبعدين افوت لا يعني هذا للاشعة. عندي ممر إله وهذا ممر إله، يعني هنا أنا هذا ممر، خلي أكبر لك. شوفي ست، هذا المدخل مالته. فاهمة فاهمة، بس انا ايش اريد؟ أريد نعم، ماكو الممر الأول بعد الكورت، الممر الأول هذا الحلو العدل العمودي، هذا مو هذا اللي بتأشري، مو هاي أول واحد بعد الكورت. ست، هذا أو هذا. هذا إذا هذا يعني أنت عوفي الكورت الأول، هذا تفتحي لي للأشعة ويفتح بزاوية اللي انت مسويتها هاي منا. فتحي يعني هاي هيك وين شفتي؟ النقاط ال 15 ما ادري 16، هاي النقاط هذا كله يصير ممر حتى لو اظلم. طبعا احنا نضيء اضاءة اصطناعية مو شرط اضاءة طبيعية. فالممر تقدري الاول تشوفين؟ يفتح، يعني يفتر حول شو اسمه، خلي اسوي كان لك حضرتك فهمت لقطة أهم شاشة نقطة هيكي. وادز لك التعديل اللي انا اريده. نعم، اوكي، هسه راح اشوفك بالضبط ايش اريد اني. اني اي دكتورة اريد معك. شارع المستشفى اريده يتفعل. يعني شنو يتفعل؟ يعني كل الحركة تصير عليه، كل نعم، الحركة تصير عليه. شفت على جروب الماسنجر حتنزلي؟ هسه راح ادزلج هنا، راح ادزلج هنا، راح اشيرها وادزلج اياها. يعني حاولي حتى لو الأشعة هي ظلمة، بس لازم تخلقين ممر. هذا الممر يكون، هسه راح اشير لك مالتي، راح اشير لك مالتي الويندو حتى تعرفين شنو اللي دا اقصده. شوفي هسه باعي، راح اعرض لك هسه الشاشة مالتي. شوفي بشائر، اريد أيضا أبغى. انت هذا الكورت مالتك، اي هذا الكورت مفتوح، نعم، اني اريد منه يصير ممر عدل يطلع غبار، وبعدين تقصيها لهاي الغرفتين يصير ممر، وهذا الممر يرجع يرتبط بمن؟ بالشارع بشارع المستشفى. المستشفى. اريد هاي الحركة. من تسوي لي هاي الحركة تنحل عندك كل المشاكل. اولا تربطين الاقسام بدون الخروج، انت ما يصير اخرج للخارج وبعدين ارجع مرت الاخ ادخل، ما يصير. لازم الكنترول يصير وين؟ يصير على شارع المستشفى. فعندك هذا كله تنظفيه قد تسويه ممكن عدل، يكون عندي وبعدين مائل، مشارك وبعدين يرجع مرت الاخ. وهذا هيك اللي دكتورة؟ اريده. اوكي، اذا تريدين ادز لك الصوره على الماسنجر، او يمكن راح تنعرض بالفيديو عندك تشوفين. ايوه، اخذت وهذا لقطة شاشة دكتورة. راح يصير هذا عندك، وبالفوق هم تقدرين تستفادين من عنده. بس مو هاي الأشعة راح تصير هناية، تقدرين تفتحين سطح أخضر، تقدرين تفتحين هناية سطح أخضر بالفوق، حتى شنو؟ حتى لأغراض التهوية مال الفوق. يعني نعم، الفوق ما راح تصير هميه ظلمة مثل الأشعة، وإنما راح تصير غرف تقدرين تستفادين منها. فتفتحين سطح أخضر هناية، تفتحين سطح أخضر بالطابق الفوق بالعمليات. نعم أوكي دكتورة. بشائر، عندك هذا التعديل جذري لازم تسوي.
اوكي خذت لك نقطة شاشة دكتورة. يلا شيري بعد ما تجي انا دكتورة، بس الشارع هذا الممر ايش قد يعني عرض شارع المستشفى؟ طاعي انت اذا شارع المستشفى 6 متر او 4.8 اذا شارع المستشفى خلي يصير 6 متر، والفرع اللي راح تفتحيه راح يصير اما 3.6 او 3 او حتى لو 2.4. انت على الموديول مالتك اللي ماشي حتى ما اخرتك يصير، فلو عندك خيارات لو 3.6 لو 3 لو 2.4. نعم دكتورة. ماشي شيري البقية خل أشوف سويتي واجهات شي. دكتورة والله ما لاحقت، بس على ربعاء لأنه عندنا إحنا نقيد، أو ممكن اليوم بالليل عادي. إي عادي بس على الماسنجر، لأن ردت بس أحل البلانات يعني أهم حاجة. حلي البلانات وتصيري إياها معدلة، ما أعرف الطيبة، خلينا نشوف النقد مالتها. توافقيني؟ اي اكيد دكتورة ما عندي مشكلة، بس انه ممكن تعرضها بعد حتى يلا عرض اكو شغلات ملاحظة يدافع عن التقديم اخر شيء. اي نعم دكتورة. هي ما الصور الباقية بالنسبة للتهوية شنو راح تصير في هاي المنطقة؟ التهوية راح تصير، راح يعني تنحل عندك من اي زين انتي معالجة الكتل الباقية دا اشوفها، بس شنو يعني ليه الشارع المستشفى على اليمين دا ينتهي بغرفة؟ المفروض هو ما ينتهي بغرفة، ينتهي يطلع الشارع. يعني اني افضل انه يديه عدل، تمديه عدل. وين وصلتي هسه؟ هو مو مكسور من اليمين، دا احكي من اليمين، مو انكسر بزاوية وبعدين طلع عدل، يطلع عدل. هذا شنو اللي معترض؟ هذا شنو اخضر؟ هذا مفتوح. هذا اخضر اي نزلي لي جواب حيث يمشي شارع المستشفى عدل. ليش يعني اريد عدل؟ اغراض التوسع المستقبل. نعم اكمال يعني هذا القصد. لا عدل أي. عدل بشائر عدل هي فلازم تسوي عدل. عدل هي هاي اللي مسويته. وان هذا الممر اللي انت فاتحته المفروض يفتر ويرجع مرت الله، يفتر ويرجع، ماكو اعتراضات عليه. هاي الابواب هنا مسويه اي اوكي، بس يعني يبين بالبلان انه هو مفتر وراجع. وين راجع؟ على شارع المستشفى. هاي بالنسبه للاعلى. بالنسبه للاسفل اكو عندي كم مشكله تصير، لان يصير قسم بالعروض، قسم بالعروض. شلون يريد يرتبط هذا القسم بشارع المستشفى؟ فلازم تفتحين الممر اللي هو وين الكسرة صايرة لي جوه هذا الممر تفتحي. يعني هسه يمكن راح اسوي لك لقطة شاشة اخرى حتى تعدليه. من تفتحي يعني من زاوية مو انكسر الشارع ورد تعدل بالكسرة، يصير ممر الى الاسفل وبعدين يتعدل. يعني الدخول خاصة الدكتورة كل الدخول لكل الأقسام هو يتم من خلال الشارع، يعني ما تريد شارع وبعدين ممر صغير يعني بعدين يلا ادخل للقسم. يعني من هاي النقطة الشارع إلى أهميته، يعني الشارع إلى أهم. زين راح تفتحين هسه؟ راح تفتحين من الكسرة على مود القسم. هذا قسم طوارئ لو شنو؟ استاذة قسم هنا هاي، هذا هنا عندي الطوارئ أنا، وهنا الولادات، وهنا العلاج الطبيعي. راح أشير لك مرة الأخ حتى تعرفين إيش أقصد أنا. نعم دكتورة. هسه أنت وقفي معتك البرزنتيشن مشاركة. نعم وقفتها دكتورة حتى أني أسوي. شوفي هسه بالنسبة لهذا الممر الثاني، من تفتحي له ممر أيضا 2.4 أو 3
وحتى يمشي ويا هذا لازم يتفعل عندك هذا الممر. هذا ممر مو الشارع المستشفى راح يصير هذا شارع المستشفى راح يصير يطلع قوة واضحة. هذا يفتر ويرجع من فوق يفتر ويرجع. طبعا وين انت مسوي ده يفتر ويرجع، وهذا الممر راح يمشي وين؟ راح يمشي الى هذا القسم. حتى شنو؟ حتى هذا القسم يتفعل ويا شارع المستشفى. هنا باب يصير، هنا يصير باب، وهذا الممر يغذي هذا القسم كله. اذا احتاجيتي فروع اخرى هم فتحيها ورجعيها. اذا احتاجيتي فروع هنا اخرى هم ينفتحي ورجعي. يعني الشبكة عافية، بس الاتصال الرئيسي بمن يبقى هذا شارع المستشفى مفعل. نعم. اوكي. وهذا سوي لنا فد دخولية حلوة، كسرات فد شيء دخولية اللي كنا هو هذا البهو. هذا هو البهو. فاذا هذا هنا دخولية حلوة، هنا سوي لي فد نافورة، مدخل، شيء. يعني هذول مساكين خطية مرضى إرادة لهم. نعم. فمدخل حلو أعرفه، ومن الدخول يصير VIP يفوت ويطلع. VIP دخول VIP يفوت ويطلع برا ما السيارة، حتى لو بنص تصير النافورة يفوت ويطلع، حتى يصير تعريف. نعم. أكثر لعمل ماشي. والحركة العمودية عافية كبريها شوية بعد، من تكبريها ها خلص صير المصاعد بالعرض. المصاعد من ناصر، من ناصر المصاعد أدخل لها هنا دخلة، وبعدين منا مصاعد أشخاص ومنا مصاعد، أو تصير بالوجه بس تحطيلها مسافة، لو تصير بالوجه بس تحطيلها مسافة waiting هنا هم يندفعيها لي ورا، وخلص يصير مكان waiting هنا، ما يصير رأسا على الشارع أفتحها. نعم دكتورة وضحت. أكو ناس فلازم أكو منطقة waiting بالمترين تندفع لي جو. ماشي بشائر؟ ماشي دكتورة. يلا هذا التعديل إلك، يعني هذا التعديل حتى هذا القسم من أني أريد أشتغل عليه، هذا كل قسم يصير من هذا الفرع أو من الشارع المستشفى ينفتح. هذا إذا قسم آخر. اي نعم دكتورة وضحت. أوكي؟ يلا أوكي. فإذا متعدليني وأريد أشوف هاليوم بالليل يعني. نعم دكتورة. حسنا من الوضع بشائم. تمام. أنا راح أوقف الشيرينج. يلا كمان أعرض لي الواجهات مالتك.